4 من وزراء خارجية الدول العربية الداعمة أو الداعية والداعمة لمكافحة الإرهاب، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، عقدوا اجتماع النهاردة في القاهرة لبحث تطورات الأزمة القطرية. بعد الاجتماع كان في مؤتمر صحفي تحدث فيه الوزراء الأربعة عن موقف دولهم من الأزمة، وأعلنوا بيانا مشتركا للرد على الموقف القطري. وزير الخارجية المصري قال إن قطر قدمت ردا سلبيا على مطالبنا، نشوف مع بعض. الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به هو رد في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون، ونجد أنه لا يضع الأساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها. فحتى الآن نجد أن هذا موقف ينم عن عدم الإدراك لخطورة الموقف وأهمية الالتزام بالمبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي والتي تم إقرارها عديد المرات في إطار المقررات الدولية. هذه المبادئ مبادئ راسخة استقرت، تم تأكيدها بشكل واضح خلال القمة الأمريكية العربية الإسلامية في الرياض مؤخرا، ويجب أن يتم احتضان هذه المبادئ من قبل كافة أعضاء المجتمع الدولي. على المجتمع الدولي أن يظهر قدرته والتزامه، وأن أي تهاون في هذا الشأن يثير تساؤلات عديدة بما هو الهدف من أي نوع من التساهل أو أي نوع من الموائمة مع مثل هذه الأعمال التي يذهب ضحيتها الأبرياء في الدول الثلاث، ونرى تداعياتها في الأزمات التي تجتاح المنطقة العربية، في التدمير الذي نراه في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، والضغوط التي تفرض والساحة التي تترك لأطراف غير إقليمية غير عربية بالنفاذ والتدخل في شؤون الدول العربية وفي الأمن القومي العربي.